اهلا وسهلا بيكم في نص مشكل. معانا ضيوف جداد النهارده ومعانا وصفات جديده ويا رب تعجبكم. هبتدي الحلقه بتاعتي بالوصفه بتاعتي الاول. هعمل لكم النهارده بسكوت بالمشمش والشوكولاته البيضاء بالمشمش المجفف. المقادير معايا هيبقى دقيق ومشمش مجفف مقطعينه حتت صغيره وبيكنج باودر وبيضه وزبده وسكر ولبن فانيليا سكر بني وشوكولاته بيضاء واسمها على اتنين، واحده هزوق بيها واحده هحط جزء منها في العجينه. اول حاجه هعملها هضرب السكر الزبده والسكر مع بعض. لغايه لما يبقوا زي الكريمه كده. وطبعا الزبده لازم تكون بحراره الغرفه يعني تكون طريه خالص عشان تتضرب كويس. هحط رشه ملح على الدقيق بتاعي واحط البيكنج باودر معلقه صغيره وبعدين هحط البيضة ومعلقة لبن سيبهم يتضربوا شويه مع بعض وبعدين احط الدقيق المكونات الجافه بتاعتي. نسيت احط حبه فانيليا كمان. وبعدين هحط الدقيق كله مره واحده وانا محتاجه العجينه دي بتبقى عجينه جامده شويه يعني مش عشان نعرف نعملها كور. عايزه احط المشمش هحط احنا عندنا في الوصفة 150 جرام شوكولاتة بيضة هحط 100 جرام منها على العجينة و50 جرام هزوق بيها في الاخر. هحضر صينية الفرن. طبعا الفرن بتاعي هيبقى على 180. هحط عليها ورقة زبدة المنظر ده. هجيب بتاعة الايس كريم. انا كده خلاص البسكوت عندي جاهز زي ما قلت لكم هي العجينة بتبقى ناشفة شوية واحنا محتاجينها تبقى عاملة كده. هلمهم كلهم مع بعض واجيب بتاعة الايس كريم واخد حتة عجينة من هنا
امسك بيها ورق الزبده كده كده. عشان يثبت بس معايا. وهبتدي بمعلقة بتاعة الايس كريم اخد كور كده اهو. ونحط بينهم فواصل. عايزة فواصل كبيرة بينهم لأن هما بينفشوا، مش عايزاهم يلزقوا في بعض. ناخد واحدة كمان هنا كده. وهجيب ظهر شوكة وأضغط بس عليهم شوية. حاجة خفيفة كده. وهدخلهم فرن 180، ولما هيطلعوا هنزودهم بالشوكولاتة. هطلع فاصل هحطهم في الفرن واطلع فاصل وارجع لكم تاني، انتظروني. ورجعت لكم تاني ومعايا النهارده شيف احمد. ازيك يا شيف احمد؟ اهلا وسهلا. وشيف احمد جاي لنا من اليونان ومنورنا هنا في البرنامج، وهيعمل لنا اكل سي فود طبعا مش هنخرج منه. لا، في برضه فقره لحوم طبعا. اليونان فيها لحمه حلوه جدا طبعا. وبس هنبتدي اول وصفه هتعمل لنا ايه؟ هنعمل مكرونه بالجمبري وهنعمل صلصه نابولي. ان هي المكرونه بالصلصه النابولي. اوكي. بس انا خدت بالي من اللي انت بعتهولي ان الصلصه دي اساس بتعمل بيها بقى كذا حاجه. كذا حاجه بتحط عليها. ممكن تشغلها مع بلح بحر وممكن تشغلها بكذا. طب تقولي المقادير بتاعتها؟ مكرونه وحوالي فلفل سلايد مثلا مع بصل مع جمبري سنه زبده وسنه زيت. اوكي، زيت زيتون. طيب واللي هناك ده ايه؟ اللي هناك ده هنعمل الصلصه النابولي دلوقتي. اوكي. طيب انت عايز تبتدي بايه؟ بالرايحه. هنبدا الاول بالصلصه طبعا اكيد. اوكي اتفضل. عشان بتاخد وقت شويه. خلاص الحله بتاعتك اهي. هنجيب زيت وبصل. حط عليه بصل. ايوه. وبقالك قد ايه بقى في اليونان؟ انا ليا 13 سنه في اليونان والله يا فندم. طب وكلمنا على العادات بقى، الفرق بيننا وبينهم والدنيا. على فكره هو شعب كويس جدا يعني. شعب اليف قوي. وبعد كده بالذات مع المصريين، ان هو بيحب قوي المصريين. واحنا كمان اتعودنا عليهم يعني. يعني احن شعب في اوروبا يعني. والتلاينا برضه. والتلاينا برضه كويسين بس. هو يعني اليونان عشان احنا طبعا عشنا فيها فتره كبيره. فطبعا بيبقى في طبعا اتعودنا يعني. اوكي. هنحط سن الثوم بسيطه. اوكي. دي بقى صلصه اللي هو الطريقه النابولي يعني، على طريقه الجريجي. هي نابولي دي مش طلياني؟ هي نابولي طلياني بس في كل بلد ليها صلصه يعني. يعني كل بلد بتعمل صلصه حسب يعني المتعارف عليه في البلد دي يعني. بس. ماشي. هنبتدي نضيف طماطم. وهنضيف معلقه صلصه. انت حاطط الطماطم المعلبة؟ طماطم معلبة. حلو. وممكن طماطم فريش، لو مفيش طماطم معلبة مش هتفرق. اوكي. نضيف معلقة صلصة. عايز بقى شوية مية لو سمحت. عايز مية؟ مية ورانا. ماشي. حالا. ماشي.
شوية كتير ولا مش شوية كتير؟ يعني مش كتير قوي. وهنضيف ورقة لوري، وهنضيف حتة قرفة. ممكن بعد إذنك. ضفنا بقى لوري وضفنا ايه قرفة. محتاج تاني؟ لا يا فندم تمام. هنسيبها بقى تتسبك، وبعد كده في الاخر خالص بنحط طبعا شوية نعناع. دي مختلفة فعلا. وبنحط كمان شوية ريجانو. اوكي. زعتر. اللي هو زعتر في الاخر بقى، عشان ريجانو ما ينفعش تحط دلوقتي، لو تحط دلوقتي بيتمرر. فلازم بيبقى في الاخر. اوكي. طب انا عايز اسالك سؤال، انت الحاجات اللي بتعملها هنا في فرق في الطعم من اللي بتعملها هناك؟ لا هو نفس الطعم يا راجل. والله بجد. ونفس الطماطم ونفس الصلصه ونفس يعني مش الاوريجانو ونفس لا هو عامه هناك الريجانو، الريجاني هناك هو اسمه ريجاني هناك. ها. الريجاني هناك اجمل من كده بكتير. نعم. هو بلده طبعا هناك، فطبعا بيبقى جميل قوي يعني. طب والنبي كلمني شويه عن المستكه. المستكه، المستكه ده بتطلع في جزيره اسمها شيو. ها. في اليونان، مشهوره بيها قوي، من اجود انواع المستكه يعني اللي موجوده في كل العالم يعني. هي مشهوره بيها الجزيره، كل حاجه بالمستكه هناك. طبعا في حاجه جميله. طب انا عايز اسالك سؤال، في حاجه كده حلاوه بيضة كده هو عامله بالمستكه وبتمط قوي. بياكلوها في ايه دي؟ نفسي افهم، كل مره اجيبها هي مسكره جدا مسكرة. ونفسي اكل. مش عارفه يعني، وعامله زي الحلاوه اللي بنفردها كده، بس هي طعمها قوي ومسكره. مسكره قوي قوي يعني. بتاكلوها ازاي دي؟ على فكره هي دي كل بلد، كل جزيره ليها حاجه بتشتهر بيها. يعني هناك في جزر بتشتهر بالملبن، بتشتهر بالمستكة زي ما حضرتك قلتي. بس ملبنهم غير بتاعنا. بس هناك اجمل يعني، متهيألي يعني. ما اعرفش، هو في حاجه صواب عين جمل وملفوف كده ولونه بني. ايوه بالظبط. بس ده مش زي الملبن، ملبننا احلى. ملبننا احنا طبعا. معلش. لا ولا يهمك. طب عايزه اقول لك، هي الحلاوه دي بقى بياكلوها ازاي؟ الحلاوه دي ممكن تاكليها على حاجتين، ممكن يعني هي بس مش عايزه تاكل منها كتير، ان هي طبعا هي لا دي هي دي تجيب يعني. لك سكر في ثانيه يعني. سكرها تقيل يعني. سكرها تقيل. ايوه يعني هم بيعملوها. طب ليه؟ يعني مش قصدي ليه، انا قصدي يعني زي الحلاوه اللي عندنا كده، بس احنا بناخدها سندوتشات بالقشطه بتاع طبعًا. بس دي جربت العب معاها العاب كتير قوي، مش عايزه مش عايزه تدخل في حاجه يعني. لا هي ممكن يعني، يعني حسب حضرتك ما بتبقي ايه. ايوه هي يعني بتتاكل بمعلقه كده، بتتاكل معلقه في وممكن عيش، ممكن تعملها في عيش، في توست، في عيش ممكن. وممكن تتاكل كده في يعني حسب يعني، هي يعني حسب ما انت بتعوزي بتاكليها ازاي يعني. هي جميله بصراحه يعني، بس هي حلاوتها جامده قوي يعني. هو حتى هناك في بدنجان مخلل حلو. انا عارفه. يعني هو مش مخلل ده، بتنجان مسكر. ما هو بدنجان مخلل حلو. لا هو بتنجان مقاسه ومقاس البتنجان المخلل بتاعنا. طيب احنا عايزين، احنا عندنا نسخه من الصلصه بتاعتنا. هنسيبها تتسبك، نبتدي ماشي. تشغلنا في الجمبري هنعمله ازاي؟ هنبتدي نشتغل في الجمبري. هنجيب طاسه. انا البسكوت بتاعي خلص. هو ريحته جميله. اتفضل، هناكل دلوقتي بسكوت وناكل صلصه وكل مكرونه. هنجيب زيت زيتون. طب وده تحضير ايه للمكرونه اللي هنعملها؟ هو ده حضرتك النابولي دي تحضير للمكرونه اللي احنا هنعملها. اوكي. هنجيب بصل. حبه بصل صغيرين. مع الفلفل. طبعا اكلات سريعه وجميله. في نفس الوقت بتبقى فيها كتير، فيها فليفر حلو. طبعا. لا يعني انتوا تدخلوا محلات هناك بس مستكه، مستكه بقى شو عصير بالزبط. مستكه حلاوه، مستكه لبان. وفي فراخ بالمستكه جميلة. بتتباع ولا بتعملها؟ في المطاعم طبعا. في المطاعم. بتبقى عبارة عن ايه بقى؟ بيبقى صوص الابيض. ها. مع مستكة. وبيمط؟ لا. اوكي. يعني هو بيتحط نسبة بسيطة، عشان لو زادت المستكة بتمرر. طبعا بتمرر. صح. فهو بيبقى حاجة بسيطة يعني. بعد كده بنضيف الجمبري. عندنا. نبتدي ان احنا بقى ايه نقلبه شوية. اوكي. لو في عايزة حاجة تقلبيه عندك معلقة. ده طب ثواني. جيب لك شوكه.
مش مشكلة عادي. جماعة البسكوت ده عالمي بس هو محتاج ينشف شوية. وبعدين لغاية بقى ما ياخد لون بس بسيط قوي هنضيف له شوية مية صغيرين. بعد كده هنضيف النابولي بتاعنا. الصوص اللي احنا محضرينه هو الصوص الأحمر ده. وفي كمان صوص اللي هو أنا عملت عايز ملح وفلفل؟ طبعا هعمل ملح وفلفل دلوقتي حالا. بسم الله نتعامل بإذن. ودي الصلصة اللي احنا محضرينها. بس هو بس سانتوريني من الجزر. بس هو الشيف احمد قاعد في جزيره كده اسمها سانتوريني. ومفروض يطلق عليها جزيره العشاق. الاحلام والعشاق بالظبط كده. واللي بيروحوها كل بقى الهاني مونرز وبيروحوها فيها برضه حبيبه بس فيها نسبه طلاق. فيها نسبه طلاق كتيره برضه. ليه كده؟ ليه الفال ده؟ يعني هي كده احنا لسه هنروح. و بس هي من الجزر الهاديه جدا كمان. يعني جزيره هاديه جدا جميله زي مثلا ميكونوس والحتت. لا ميكونوس بيبقى فيها اكتر شباب اكتر شباب لان هي طبعا بيبقى فيه تصنيف للجزر. يعني جزيره الشباب يعني بيبقى فيها كميه شباب كتير. بعدين احنا كمان عاملين صلصه اللي هي بتاعت السي فود. دي برده جميله هنضيف منها حته. لا دي ايه تقول لي عاملينها ازاي؟ دي بقى بجيب بلح بحر. بجيب جمبري وبجيب كلاماري او شبيت اللي موجود. بضيف عليه ميه وسنه زبده وسنه زيت وبسيبه يغلي شويه. بعد كده بضربه بالهاند بالجمبري كله. جمبري بقشره ولا لا؟ جمبري متقشر. متقشر ولا راس؟ بس انا بسيب الراس الاول عشان بتطلع طبعا الطعم كله. بعد كده بشيله بقشره. طبعا. وبعد كده بضربه بالهاند. وبعدين بحطه في الثلاجه لغايه لما يعني بيمسك شويه. هو ده عامه ما فيهوش اي مذاق بس هو بيدي ريحه. يعني ريحه السي فود. يعني دلوقتي زي ما انت حضرتك شامه ريحه الجمبري لما احط حته من دي هيدي ريحه اقوى كمان. طيب انت ما تعمل لنا منها دي. انت عندك المكونات تعملها لنا اعملها لك قدامنا كده. حاضر. حتى هنكملها السيجمنت الجاي. ماشي احنا ممكن نعمل دي كده شويه. هي دي بالنسبه لنا دي خلاص. عايز حله ثانيه تعمل فيها ال السي فود ده. هو كان جايب عايز ده. ايوه كده كفايه. هنضيف ده كده. عايز ميه. انا عللت لك النار هنا شويه. مفيش مشاكل. وهنسيب ده يغلي. وهنحط سنه زيت زيتون. بس دي فكرتها سايعه قوي على فكره. دي جميله جدا. دي بقى بتتحط في كل حاجه حتى لو هتعملي شوربه سي فود. يعني حتى لو هتعملي شوربه هتحطي بس ما تحطيش كتير. يعني عايزه حاجه صغيره. تعبتك. وبتشيلهم في الفريزر بالمنظر ده. في الفريزر. بعد كده بتطلعيهم في اي وقت هتعملي كده هتخرج. زي مرق تعملي بالظبط زي الكنور اللي احنا بنعمله بس هو ده كنور على الايد يعني. فبيدي طعم اجمل. هنحط احنا طبعا ايه حته هنا. يعني هو حاجه بسيطه. يا حته كده بس. طبعا عشان احنا عامل بورشن يعني هو طبق واحد. حطينا هنا زيت زيتون في زبده سنه زبده. بس انت ما بتشوحهمش مش اي حاجه. لا لا هو دلوقتي هيتسلق وهينزف ميه كتير. بعد كده بضربه بالهاند. وبحطه بضيفه حضرتك زي ما انت شفتي كده في الثلاجه. اوكي كده احنا ايه هنا. شوف بقى اول ما بينزل ده بقى في ريحه ثانيه بتخرج بقى. يعني شامه. في ريحه ثانيه بقى للسي فود. بعدين هنجيب. فكرتني لازم مضى. مفيش اي. عايز ايه؟ كبشه ناخد بيها. عايز كبشه اهي. ماشي خد احط لك على ال حوالي على الصلصه كده. يا فندم تمام. ده طبق مكرونه عالمي. طبعا من البحريات جميله جدا. وكمان مغذيه جدا. لازم يعني ناكل وجبه بحريات. هدي ارميها هنا لو عايز. هنحط سنة كريمة بس تفتح اللون. تفتيح اللون. ده انت نقطة يعني. التفتيح ان هي كده كده هتفتح. بس دلوقتي هتبقى ازاي؟ هيبقى لونه داخل على الروز كده يعني.
هي فعلا السي فود عموما المكرونات في كل حته او في كل ريستوران بيقدم بطريقته بحاجته. سند بقدونس بسيطه وهنبتدي يا فندم. احنا عايزين بقى دلوقتي ايوه عايز ايه؟ طبق صغير كمان نطلع فيه بس ال يلا لا احنا عايزين طبق تاني، ممكن طبق صغير عشان ده هنسرفس مثلا فيه طبق صغير يعني. اه ده اصغر طبق عندنا معلش. احنا ما ناكلش العينات دي. ماشي هنخرج الجمبري بره الاول. هننزل المكرونه. هننزل بعد كده المكرونه. وبعد كده نبتدي نسرفس الطبق بتاعنا. طب انا احب ادوق الصوص في هذه المرحله. اه اتفضلي اتفضلي. ريحته رهيبه طبعا. رهيبه يعني، لكنكم قاعدين في سانتوريني بالظبط. اه بالظبط على البحر يعني. اه وهنبتدي نضيف المكرونه. بس انا ايه فظيع، تسلم ايدك. الله يخليك يا فندم، الف هنا. نبتدي نضيف المكرونه بتاعتنا. يعني هو حسب طبعا كام واحد موجودين في على السفره طبعا. بنبتدي ان احنا نضيف المكرونه بتاعتنا. تمام. نبتدي نرجع تاني على النار. اوكي. اجيب طبق بقى للتقديم. اه يا فندم. يلا نقدم ده عشان نطلع فاصل. ماشي يا فندم. كمان سنه توم بسيطه قوي. هو كده كده صلصه توم دلوقتي في هذه المرحله. هو عامه مش هتفرق. هو عامه مش هتفرق يعني عاده انت عايز تحب نحط ايه؟ هي عامه صلصه نابولي فيها توم. فيعني لو مش عايزين نحط. بس انت ليه في التاتش الاخرانيه دي؟ عشان يحيي بالظبط يحيي الطعم. اه عشان طعمه ما يضيعش يعني. اه اوكي. كده تبقى المكرونه بتاعتنا انتهت، وسريعه جدا وبسيطه جدا. وده بتقدمه بقى بتحط عليها مثلا ممكن استاكوزا فيها فندم مكرونه بالاستاكوز. انا قصدي بنفس بنفس الطريقه دي. بس الاستاكوز بيتسلق الاول. اه طبعا. بعد كده بيتفتح بيتنضف، وبعد كده بيتضاف هنا عشان ياخد طعم. برده بيتساب شويه عشان يطلع برده طعمه في الميه، وبعد كده بنضيف عليه المكرونه. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، وهنقدم معاكم المكرونه لما نرجع تاني. ورجعنا لكم تاني، ومعانا النهارده الشيف احمد. وشيف احمد مشرفنا من اليونان، وعمل لنا اول طبق اللي هو الباستا بصوص الجمبري. والصوص احنا عملنا البيز بتاعه، وهو ينزل مع اي نوع سي فود. واحنا دلوقتي يا شيف احمد ورت لنا المكعبات دي هتبقى عباره عن ايه؟ المكعبات عباره عن احنا زي ما وريناكم كان في مكعبات كده بنضيفها على صوص المكرونه عشان تدي طعم زياده للسي فود. احنا حطينا في الحله دي تعيد لنا تاني عشان لو حطينا في الحله دي بلح بحر، وحطينا جمبري، وحطينا كلاماري وعليه حبه ميه وعليه ميه وزيت وزبده. اوكي. وبعدين هنبتدي ان احنا نهرسه شويه. معلش انا اسف. طب ممكن اضيف شويه ميه عشان ما يجيش علينا. ماشي حضرتك، ممكن اجي لحضرتك. بس تمام. نبتدي بقى ان احنا نضغط، ان احنا نضربه شويه ونرجعه تاني على النار. هتعملوا شوربه تقيله شويه. بالظبط كده. وده برضو ينفع في شوربه السي فود. يعني لو هتعملي حضرتك شوربه سي فود مكعب صغير هيبقى فيه طعم جميل يعني. وهنرجعه تاني على النار. هنرجعه تاني على النار شويه. نحطه بقى على الطبق. طيب هنبتدي في الطبق التاني بتاعنا.
الطبق الثاني هيبقى عباره عن طاجن الجمبري بالجبنه الفته. ها ودي برضو الاكلات مشهوره جدا في اليونان. دي من رقم واحد في اليونان. لان طبعا البحريات في اليونان بتبقى قويه قوي. هنجيب كنت بعت لي بقى سلطه يوناني بلدي. ما هو المقصود ببلدي؟ الفلاحي يعني، ان هو هناك كلمه البلدي يعني الفلاحي. عندهم بقى حاجات فلاحي كده زي طبعا. هم على فكره عندهم بيهتموا جدا بالاكل والصحه العامه. اكيد طبعا. هي الطاسه كانت سخنه شويه. كانت سخنه. مش مشكله، هنبتدي برضو ننزل الجمبري بتاعنا. عشان الطاسه كانت سخنه هنرجع. بيعملوا نفس يعني، ممكن مثلا اللي ما بياكلش جمبري يعمل نفس الوصفه دي بفراخ؟ ممكن يعملها بفراخ بس يعملها بالكريمه اللبانية، او ممكن يعملها برضو بالصلصه النبويه زي ما هو عايز. بس هيضيف معاها بقى فلفل الوان مع الفراخ. ويضيف معاها مانيتاريا اللي هي المشروم. اوكي هتبقى جميله يعني. احنا هنا خلاص خمسه تاني، وهنصبها بعد كده عشان تبقى مكعبات. اوكي ندخلها الفريش. يعني هي بتبقى ميه كده يعني، هي ما بتبقاش، هي هتجمد دلوقتي هضيع منها شويه الميه. زي ما احنا شفناها كده. هتتبخر، هتبقى بالشكل ده. اوكي ماشي. تري بقى سانتوريني فيها نسبه طلقات ليه؟ ده هما بيروحوا على نسبه ذات. نسبه طلاق ونسبه جواز كبيره. نسبه اعلى نسبه جواز وعلى نسبة طلاق. وعلى نسبة طلاق. والله بجد يعني ناس طب انا فاهم ان ناس بتروح تتجوز يعملوا هاني مون هناك. شهر عسل بيطلقوا بقى يعملوا ايه؟ يعني فهم. بعد شهر العسل لا، يعني ممكن مثلا يكون مقيم هناك وبعد كده يروح مثلا اجازه ويتخانق مع مراته فيطلقها هناك. يطلقها هناك بقى. وفي محلات طلاق كل حاجه. كل حاجه بقى حلوه دي. طيب بيتخانقوا هناك مع ان شكلها اليف جدا يعني، اتفرج على الصوره مفيش مجال لخناقات. وعلى فكره مفيش واحد مش بيتخانق يعني، اكيد في خناقات يعني. اكيد. بس انا هتخانق بعد الاجازه يعني. خليني ابقى في اجازه في حته حلوه كده. لا ممكن ابقى نكديه قوي. لا بس ممكن يعني. نبتدي برضه نضيف شويه ميه عشان نطلع طعم الجمبري. وكمان الفلفل يستوي شويه. اوكي. والبصل يستوي شويه. كده اهو ابتدى ايه؟ ان هو يبقى يتبخر شويه. يتبخر شويه. هو كده بقي تمام. هايل. تمام. نفس الفكره. ويتساب يبرد شويه بعد كده بندخله. بتعبيه في قوالب ثلج ويبقى ده مرقه السمك اللي عندك اللي هتزودها على صوصاتك وحاجات. دي وصفه هايله. طبعا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. معلش انا بتكلم كتير. لا لا اتفضلي. بجد؟ كلامك. طيب. ايه سوفلاكي؟ السوفلاكي عباره عن كباب، عن كفته مشويه وفيها سلطه زبادي يوناني وفيها العيش البيتا اليوناني. وفيها طبعا حاجات كتيره بقى. فيها ده يعني زي سندوتش الكباب عندنا بالظبط. هي اكله شعبيه زي سندوتش فلافل كمان. فلافل مش سندوتش كباب. وفي منها فراخ وفي منها لحمه. بس وكلهم يندرجوا تحت اسم السفلاكي ده. بيتخش تحت في سفلاكي كوتوبلو اللي هو سفلاكي بالفراخ. وفي سفلاكي اللحمه عادي وهي بالفي. اوكي. هو بس في نطق يعني، النطق لما تكون حد عايش هناك غير لما يكون حد لسه بيتعلم النطق. مقيم طبعا. لا مش قصدي على كده. لا انا قصدي، لا ما انا عارفه. لا وانتوا عندكم شاورما برضو. شاورما جميله. وعندنا دونير. بس غير الدونير ده التركي. هو دونير تركي اصلا بس يعني، يعني برضو موجود في اليونان برضو. ايوه بس انتوا ما عندكوش شاورمتنا، عندكم الدونير التركي ده. وفي دونير وفي شاورما العاديه اللي هي شاورما الفراخ. طب هو ايه الفرق؟ اسمه جيرو. جيرو هو ده اللي كنت قاعده افتكره. من عايز اقول السوفلاكي حاجه والجيرو حاجه ثانيه. جيرو بالظبط كده. السوفلاكي اللي انا قلت على حضرتك ان هو بتبقى كفته مشويه وفيها زكزيكي وفيها طماطم. زكزيكي ده سلطه الخيار. اللي هو سلطه الزبادي. الزبادي بالخيار. بس ليها طعم ثاني برضه مختلف خالص عن طعمها. مع ده اللي انا قاعده اقوله لك بالصبح بتقول لي لا شبه السلطه بتاعتنا. ليه هي الشبه ان هي بس طعمها مختلف، ان هو بيحط فيها خل. هنا مش عارف بقى بيحط فيها خل ولا لا. بنحط فيها شبت.
وبنحط شبت توم. بنحط فيها خيار مبشور معصور. معصور انا بعملها كده. ده لازم. وشبت. وتوم وملح وفلفل. طب نرجع للجيرو تاني. الجيرو دي مش زي اللي هي التركي الدونار دي. لا لا الجيرو اللي هو اكله يونانيه صرف يعني ما فيهاش. بس هي شاورما. هي شاورما طبعا. طب اوكي. اول ما نلاقي الميه اتشربت هنبتدي ان احنا نضيف. نحط الصلصه بتاعتنا اللي هي صلصه نابولي. النابولي. وهنحط كمان حته صغيره من المكعب اللي احنا الكنور اللي احنا عملناه. مرقه السمك. مرقه السمك. بالظبط. انتوا هتطلعوا اكل مطاعم والله العظيم. يعني ده مش مطاعم ده اكل اوتيلات. اكل اوتيلات 5 ستارز. حطيت مكعب؟ حطيت. هو مش محتاج ان هو يكون مكعب، المكعب كتير. انا قصدي معلقه. يعني يعني حاجه زي اللي احنا حطيناها في المكرونه كده هنحطها كمان معاه وهنبتدي. انتوا ما عندكوش طعميه هناك؟ لا هو طعميه فيه طبعا بس في مش كل الجاليات. هنحط سنه كريمه كمان صغيره برضو تفتح اللون. تعالى لي بقى على الزبادي اليوناني. انت عارف بقى ان يعني غلبت سنه بسيطه يعني. هو اصلا كده كده برضو النابولي فيه توم بس انا عايز اعرف بيعملوا ايه في الزبادي بيمط المطه الرهيبه دي. هو الزبادي حضرتك حسب يعني حسب اللي براه نشد يعني ونشد. حاجه اسمها الدهون الزايده في الزبادي. في زبادي فيها دهون كتيره وفي زبادي لايت. فالزبادي بيبقى فيها دهون زايده بعدين بتبقى كلها معظمها اللي هي الماعز. يعني زبادي ماعز زبادي ضاني. فبيبقى طبعا طعمها جميل يعني طعمها بيبقى مختلف. لا سيبك من طعمها ان هي كريمه لو حطيتها مثلا على وشك. احنا الزبادي بتاعنا بيقطع كده. انت دي لو حطيتها هتقفل عليك. الميه فيه اكتر متهيألي بتاعنا يعني. لا 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 اصل انا لسه كنت باكل زبادي يوناني يعني اعجاز اعجاز. انا بجيب معايا على فكره انا جاي وبجيب معايا بيتا كمان من هناك. بيتا بجيب معايا سمك من هناك. لا سيبك من الاسماك هتجيب من هنا لو في اسكندريه هتجيبه من فوق. لا يعني بجيب يعني معايا وانا جاي لان طبعا الناس عايزهم يذوقوا طعم الحاجه دي مختلفه طبعا. لا بس انا يعني استوقفني الزبادي بجد. لا الزبادي جميل بصراحه. الزبادي وعندكم عسل رهيب. والعسل جميل اتيكي من اجمل. اتيكي. من اجمل بس بقى بيجيبوا العسل اتيكي هنا بس هو الزبادي انا مش عارفه بيحطوه في شاش يتقل ولا ايه. هو في بعض الحاجات يعني بيعملوه ازاي يعني عايز اعرف. عندك فكره؟ لا ما عنديش فكره بالظبط بس يعني اسالك طبعا. اسالك هنحط شويه جبنه بسيطه. دي برده فيتا يوناني. موجوده هنا في مصر. وهنبتدي نخرج الجمبري. هي دي بس كميه الفته اللي انت قصدك عليها؟ انا هحط فته كمان من فوق. اوكي. بتبقى مبشوره صح؟ لا زي ما هي كده طبعا. على فكره حاجه جميله يعني لما حضرتك في ريحه جميله فظيعه. مش عارف بقى حضرتك اذا كنت شماها ولا اكيد شماها. انا عايشه فيها. انا مش لا انا موضوع الزبادي ده اصل يعني بقيت اقف كده اقول يا ربي هنطلع زبادي زي ده امتى. بس موضوع ان شاء الله هيجي ان شاء الله. حلوه حلاوه حاجه تفرح ان شاء الله هيجي. بس هو برضو خصوصا الالبان محتاجه مرعى حلو ولبن حلو. طبعا طبعا. وعامة كل الجودة في اللي بتطلعه الماعز بقى بتاع. انت مستنيه يتكثف شوية؟ شوية بسيطة خالص. وهنبتدي بقى نضيفه على الجمبري ندخله الفرن عليه شوية جبنة من فوق وبيخش الفرن. اوكي. في ريحة جميلة. جبنة ساحت. طبعا. ما هو ده اللي بيخلي الصلصه تمسك شويه. بعد كده نبتدي نضيف جبنه. هنبتدي بقى نحط حبه كده بسيطه بصلصه عشان تاخد اللون الاحمر بتاع الجبنه. يعني الصلصه بتحمر الجبنه بتخلي الجبنه لونها ايه؟ بتبلها شويه صلصه. شويه صلصه بسيطه. أوكي. عشان نبتدي ايه تاخد اللون. دخلها الفرن. هي طبعا 10 دقايق على 180. اوكي هيبقى تمام. هي طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. انتظرونا حلقه شيقه جدا من اليونان. ورجعت لكم تاني مع الشيف احمد من اليونان. النهارده وعامل لنا اكل يوناني سي فود. هنبتدي نشتغل في اللحوم. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل فخده ضاني بالفرن بصوص المستردة مع بطاطس مع جزر.
حلو جدا. مع بابريكا، مع روزماري، مع ثوم، وهنبتدي ندخلها الفرن تستوي. بعد كده هنعمل صوص من البطاطس والجزر ويتحط فوق الفخده بعد لما تستوي. احنا طبعا هي فخده مخليه، انا طبعا عايز تجيبيها بعظم ماشي، تجيبيها مخليه ماشي، بس مخليه بيبقى ايه احسن يعني بكتير، تشيل كميه الدهون الكتيره اوكي اللي منها. وبعد كده بنعمل خروم فتحات، بنحط فيها توم، هنجيب التوم نحطه في فتحه، طب انا عايز اعرف الفرق بين مسقعه اليوناني ومسقعه المصري. المسقعه المصري، المسقعه اليوناني فيها بطاطس مقليه، فيها بدنجان. انا بعملها في البيت بطاطس مقليه، بدنجان مقلي وفيها لحمه مفرومه متعصجه بالصلصه، وفيها بشاميل زبيب كمان ممكن، وفيها بشاميل وفيها بلح الجوز الطيب اللي هو الموسوكاردو، يعني بتبقى فيها ليها طعم برضو، ليها نكهه ثانيه. قلت بلح جوز الطيب؟ بلح جوز الطيب، بلح جوز الطيب اللي هو الموسوكاردو، بلح جوز الطيب اسمه اللي هي جوز الطيب. اسمه بلح جوز الطيب. اوكي، هنجيب الاول، هنحط الملح والبابريكا على الفخده، هنحاول ان احنا نفركها بيه بحيث ان هي ايه تبقى متشبعه بكل حته فيها. مش عايز تحط الناحيه الثانيه؟ طبعا اكيد هنحط الناحيه الثانيه، حبه بابريكا، وهنحط الملح. انا شايفه الجمبري بتاعنا استوى. هو فندم استوى؟ فندم كده تمام. وهنحط فلفل اسود، الناحيه الثانيه برضو ملح والفلفل، احنا ممكن الصينيه، نجيب الصينيه الاول حطيت عليها روزماري. الروزماري هضيفه دلوقتي، احط لك حبه بقدونس على الجمبري. ممكن نقدمه. يا فندم انا حاسه ان انا في سانتوريني. انا المفروض بقى نشغل زوربه اليوناني ولا حاجه. لا ينكسر اطباق. انا ايه بقى صحيح عاده تكسير الاطباق؟ بس بصراحه هو مش في كل حته بيعملوه. مش في كل، هو دلوقتي اتمنع طبعا، لان قبل كده في حد اتعور في طبق، اتعور في طبق واحد بس بعد كل الاطباق اللي اتكسرت دي. بس هو دلوقتي بيتعمل بالجبس، كان زمان من غير جبس فخار كده شويه. يعني جبس دلوقتي. هنبتدي بقى نضيف شويه الروزماري دول هنا. بس هي العاده دي جايه منين؟ يعني انا ما فهمتهاش برضه. هي برضه تقاليد يونانيه. بيكسروا اطباق يعني. ليه؟ ايه دخل يعني المزيكا في تكسير الاطباق؟ نوع من البهجه يعني، ونوع من ال ده عنف جدا. لا ما هو يعني هو مش موضوع عنف يعني، زي مثلا الطبل البلدي في مصر، ما ده برضو حاجه لو أيوة اي واحد آلة. سمعها ماشي، ما هو اي حد سمعها هيقول لك ايه الدوشه دي، لكن هي مش دوشه. هي دوشه فعلا، يقعدوا يكسروا اطباق على دماغك طخ طخ طخ، بعدين بيسخنوا جدا على الموضوع يعني. احنا بقى بنضيف جزرايه بسيطه، انا هنعمل منها صوص بعد كده. انا هسيح حبه الشوكولاته عشان ازوق بيهم ال البسكوت بتاعي. هنضيف سنة زيت، سنة زيت بسيطة برضو. سنة ميه بسيطة قوي. يعني حاجة بسيطة جدا عشان الصوص بتاعها عمرية ما تسخن ال تحطها في الفرن. يا فندم عايزين بقى تغطيها فويل؟ عايزين فويل. بعد كده بتشيل الفويل، أول ما بتستوي بتشيل الفويل عشان تاخد اللون. أنت فتحتها من جوه، حطيت جواها الروزماري. حطيت جواها الروزماري وحطيت الملح والبابريكا وال محتاج فويل عشان محتاجين فويل. اوكي هنغطيه، ماشي بقى بطريقه محكمه عشان ما يخرجش منه بخار الميه بتاعه، ما يتلقش. انت اوريدي حطيت له ميه فهت هو حبه ميه بسيطه جدا، هتطري القعده جوه.
وهنبتدي. هتحطها بقى في فرن قد ايه؟ 180 درجة، بس هي طبعا بتاخد وقت كبير يعني ممكن مثلا تاخد حوالي اكتر من ساعتين. برضو اتوقف على حجمها، على حجمها وعلى كمان اللي هو اذا كان مثلا كبير او صغير او كده. فاحنا عندنا دلوقتي عندنا دي النسخة اللي محضرينها قبل كده، هي كشت في النار. معرفش ليه، ما علينا. هنعمل ايه في الصوص ده بقى؟ الصوص هنعمل صوص، انا هنجيب حلة على النار. انا البسكوت بتاعي اما سيحت له شوكولاته هزوقه بقى بالشوكولاته ازاي. هنخرج الفخده، هي بس عشان مخليه ممكن تكون كشت شويه. يعني العظم بيمسكها. طبعا هنرجع ده كله في الحله. انا محتاجه الشوكولاتة بس بردت مني. هنحط ده كله في الحلة. ده طبعا كل الطعم الموجود، ده البهاريس كلها. طبعا كل الطعم. عايز تحط حبة مية؟ هحط طبعا اكيد. انت عارف يعني انا الحاجات دي مهمة جدا، لان هي الاكلة كلها في القعدة دي. طبعا اكيد هنحط مية. هنبتدي نعمل كده، نخرج كل البهاريس. البهاريس فعلا حتى ابتدى بقى ريحة اللحمة طبعا ابتدت تطلع، ريحة اللحمة الضاني. سيبناك الضاني ملوش ريحة زي اللي عندنا، عشان صغير بس يعني مثلا هم بيذبحوا أصغر من اللي عندنا. 10 كيلو 15 كيلو الخروف كله يعني. فبيبقى حاجة جميلة يعني. طب سؤال، لا بس برضو حتى يعني هنا، حتى يعني أنا لو جبت خروف هنا 15 كيلو مش هيبقى له ريحة زي بره؟ طبعا. ولا هو أكل هنا غير أكل بره؟ مش هيبقى ليه ريحة طبعا. أوكي. أكيد يعني. طب لا ما تفيش. ده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما حطينا له الشوكولاته. لا انا كده بقى ايه، كنا عايزين حله، ممكن نعملهم هناك. كنا عايزين حله اغوط شويه. حله اغوط، استنى هجيب لك حله اغوط. خلاص ماشي، اتفضلي. بس هي اكبر شويه، بس مش مشكله. طبعا في ريحه جميله طالعه. طبعا احنا عشان بقى ما نضيفش دقيق ونتعب البطن كمان، فانا البطاطس بحط بطاطس لانها طبعا فيها نشويات، والجزر نفس النظام، وفي كمان كل ريحه اللحمه الضاني يعني. احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه طبيعيه ما فيهاش اي حاجه تضر المعده بالظبط او تضر الجسم يعني. طبعا ممكن كمان يتحط على الرز والصوص ده، لو جنبيها رز ابيض برضه بيبقى جميل. وطبعا في ريحه هتبقى طالعه برضو، انا شايفها بصراحه يعني. هات بقى الحله. هجيب الحله الصغيره ونبتدي نصفي. الحله الصغيره هنا. هنسيبها النار شويه. مش محتاج نار عالية صح؟ لا مش محتاج نار عالية. المصفى اهي. من المصفى. ايوه. شكرا. هنبتدي نسقط فيهم دول. يبقى الصوص بتاعنا. كده الصوص خلاص جاهز. هياخد بس حبة سخونة. وهنلاقيه خلاص جاهز بصراحة. كده تمام.
تمام جدا. طب حضرتك ممكن هنا، ممكن تاخديه هنا. ايوه الصوص حلو جدا كده. بقى احنا ايه هنسرفس، لو في طبق او في حط، نحط الصوص جنبها على البوله. ممكن الصوص هنا في البوله. لو حبينا كمان ممكن نفتحه شويه لو عايزين نحط سنه كريمه. لو عايزين بحب الصوص يبقى بني مع اللحمه. طبعا بيبقى جميل مع اللحمه. لان احنا ما حطيناش فيه اي مواد، كل حاجه فيه طبيعيه يعني. نبتدي نحط الفخده بتاعتنا هنا كده، نحط الصوص. ممكن نحط له روزماري. ده لازم احط روزماري طبعا. نحط شويه بقدونس هنا كده، نحاول نحط الروزماري بتاعنا، هنخليه في الفتحات بتاعت التوم. كده. عموما انا مش عارفه اتشكر لك ازاي، يعني نورت نص مشكل. يا رب تكون اتبسطت معانا، ويا رب يكون الحلقه النهارده عجبتكم، ونشوفكم على خير. باي باي.